طارق النفل بسمع منكم ايضا ووليد. رئيس نادي الباطن ناصر الهويدي تحدث للزملاء في برنامج الوقت الاصلي وايضا في انتشر في الصحافه اليوم بانه الرجل له رغبه بانه ينقل مباراه امام الاهلي من حفر الباطن. انت سمعت عن هذا الخبر؟ مباراه الاتحاد اسف والله. شوف هو طبعا في مباراه الكؤوس النظام يسمح اذا صاحب الارض وافق وصارت كذا مره يعني. لكن انا الموضوع هذا ما هو جديد، اعتقد طرح اعلاميا من اسبوعين وكانت في ممانعه من الاستاذ رئيس الهويدي رئيس نادي الباطن. بعدين طلعوا بسالفه ثانيه يقول لك ان ملعب الباطن لا يصلح انه تقام عليه مباراه سيمي فاينل لكاس الملك. الى الان الحقيقه ما هي واضحه. انا اتمنى انه اتحاد الكره يعني يجمع رئيس الناديين عشان منع كثره الشائعات والقال والقيل. يا جماعه اذا الباطن اسمعت الباطن طالب 5 مليون هنا في اتفاق الطرفين، اذا رئيس الباطن وافق انه تنقل المباراه الى الجوهره او الى ملعب اعتقد تنقل اكيد. هو طلب 5 مليون حسب ما سمعت، هذا كلام مو رسمي فيما يتردد، طلب 5 مليون زائد دخل المباراه. هل رئيس الباطن هذا اكيد الكلام؟ ايوه لا مو انا لسه رئيس الباطن، لا لا بقرا في تويتر. لا لا اترك تويتر. لا يعني من وكاله الله يخليك. إيه؟ لا لا طيب. لا هذا بلاش تقول يا طارق، تعالوا يا اتحاد الكره بلاش تقول هذه مباراه ماهر نهائي كاس ملك، لا صحيح مباراه عاديه. ها؟ لا صحيح كلام ومن مصدر موثوق انه طلب 5 ملايين وغير المكافاه حقت الملعب. هذا كلام عدنان جستنية. أيوه. يا استاذ ناصر الهويدي اعطي لك زياده كمان. أي. اعطي لك زياده في مقابل عدنان كان الاول المفروض الاتفاق انه مليون ما حد قل عن مليون، وعندك كمان هل اتحاد النيل لا يدفع 5 مليون اذا كان كلام صحيح؟ انا بقول لك لا، هو اللي كان طالب رئيس اوكي 5 مليون يعني كانه بيحسب حسابي انه هو انا بعوض لو خسرت المباراه اعوضها اللي كان حيجيني من الايش؟ الاتحاد السعودي. إيه؟ لانه هو يعني عنده طموح انه هو يحقق وهذا حق مشروع له طبعا. لكن جائزه المركز الثاني في كاس الملك كم؟ 3 مليون اعتقد. صح؟ فهو كان عنده هذا الطموح. انا ترى ممكن وكانه انا يعني انه لو جاء جده اعطى انطباع للعيبه حقينه. طيب انا اتمنى تتواصلوا مع الاستاذ ناصر الهويدي يا شباب اذا في مجال. بس مداخله مع رئيس الباطن، خليني اخلص الخبر. اعطي لك الخبر. لا هو ما كمل كلامه، ما لسه ما خلص عشان تقول لي معلومه. لا 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 ما خلص ما خلص عشان عندي طارق النوفل بعد. بس طارق ابى اختصر بكلمتين سريع. الله خير. اذا اتمنى مداخله من الاستاذ راشد الهويدي ناصر رأيه. ناصر ايوه ناصر الهويدي. واتحاد الكره يا اخي احسب الموضوع، هذه مباراه مهمه، جيبوا حمد الصنيع وجيبوا رئيس الباطن واعلنوا الموضوع. يعني احنا الان في عصر السرعه، ما ننتظر اسبوع اسبوعين ولا قبل المباراه بيومين. ماشي يجيبوه والله يجيبوهم. هذا حد نظام هذا حد وهذا تجاوز على اختراق النظام. ما في شيء اسمه نقل مباريات ابدا، ما في زائد الدخل. هذا شيء مغري يعني. يعني انا لا كفريق لا 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 هذا فريق فرق الحوارق اللي تعمل كذا. لا لا بصراحه لا 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 ما في.